طب كويس. الو، ايوه، مساء الخير. مساء النور. الو، مساء الخير. اهلا، ازيك يا مدام صفا؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك يا مدام صفا؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ ان اشترك مع حضرتكم. يا ريت، اتفضل حضرتك. نتعرف بيه. عايز اسال مدام عصار سؤال. طب نعرف نتعرف بحضرتك وتقول لنا بتكلمنا منين وكده. محمد رشاد. ايوه، من القاهره. من القاهره، اهلا باهل القاهره. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ايوه، انا تحت امرك. انا مدام اثار معجب بافلامك كلها وكل اعمالك. يا رب بس دايما. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، ممكن؟ ارجوك اتفضل. كنت سمعت ان حضرتك بترفضي انك تدخلي تليفون في بيتك. ايوه، انا برضو سمعت دي. على فكره بقى، دي انا اضيف لك، انا سمعت. هي دي حقيقه. يعني حقيقي الموضوع ده ولا هي حقيقه؟ استمتعت بيها يمكن فتره 3 4 سنوات الحقيقه، التليفون وجرس الباب والحاجات دي. وبعدين اضطريت بقى لما جرس الباب كمان. مفيش جرس باب؟ لا مفيش جرس باب، يعني اللي بيجي يخبط يستنى لما يجي. بتتكلمي جد؟ والله. طب ده ليه بقى؟ ده نوع من ايه يعني؟ انا ب ب ب بحاول اقاوم اي تكنولوجيا ازعاجها اكتر من الراحه اللي بتقدمها لي. يعني جرس الباب ده مثلا، ابقى مثلا لسه حد داخل ينام او عايز يريح او كذا، فيجي مكواجي يروح حاطط ايده على جرس الباب عشان يسمعنا، او حد نازل غلط وبيخبط على الشقه غلط، او اطفال بيلعبوا اشقيه لطاف يدوسوا على جرس الباب وينزلوا يجروا. فاستفزت جدا من الحكايه دي لاني عايزه انام ارتاح يعني. فروحت شايلها، قلت اللي هيجي لنا هيخبط وهيستنى لانه ايده هتوجعه. ما هو ده شيء غريب، انا برضو مندهشه يعني، افضل اخبط انا على الباب علشان لا مش عايزه تستخدمي التكنولوجيا رقيقه زي. طب ما هو اسمعيني ازاي؟ افترضي انت في اخر الدنيا، في لا 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 في حته ثانيه. بس وبعدين في ناس معايا تانيين هيسمعوا، انما جرس الباب ده هيصحيني انا وكل الشعب. كل الشعب. فلا، التليفون كانت نفس الحكايه، ما كنتش عايزه بقى اي ازعاجات من الحياه. طب واللي يحب يكلمك يعني، يحب يكلمك فتعلموا ان احنا نخلص مع المعجب او جمهورك وبعدين دي نكمل. حقيقه فعلا. كان الجزء الاولاني كان في صديقي البقال اللي تحت البيت، سوبر ماركت، فكان كل الناس بيكلموني عنده ويسيبوا لي نمرهم. وانا اخر اليوم الم لسته التليفونات واروح عند جارتي عزيزتي صديقتي اطلب الحاجات المهمه، لو عمل او شغل يعني. السيناريو بيجي بيتساب تحت عند الامن. خبطوا برضه عند لا عند الامن تحت، في امن وفي بوابين وفي السوبر ماركت، في ناس كتير تحت يعني. بس مش غريبه دي كانت يا اثار حكايه ال طبعا كانت غريبه شويه، بس انا مستمتعه يعني. انا مش عايزه، مش لاقيه وقت اعمل حاجه تانية يعني. فعلا الوقت مضغوط كتير، مسؤوليات كتير جدا، لسه بيبيات ما قطعت. طب يعني لما تحبي لما تحبي تكلمي الدكتور في التليفون تاخدي بعضك تنزلي عند جارتي. جارتي جنبي، لازقه في الشقه اللي جنبي. افترضي مالكيش جاره يا اثار يعني. لا ماليش جاره بقى، ابقى ساكنه في الصحراء. منطق. لا افترضي ما فيش. ساكنه في عماره 17 دور وكل دور اربع شقق. افتكري ما فيش جنبك جاره متفاهمه كده مثلا، او يعني او اللي ساكن جنبك رجل وما عندوش زوجه يعني، كنت تعملي ايه؟ عماره 17 دور وكل دور اربع شقق، والحمد لله جاراتي فيهم سيدات فضليات عظيمات وكلنا بنحب بعض. بس صدفة بقى لعبت معاكي دول، لان غير كده كانت هتبقى اشكال. لانه بس انا بقى ركبته مؤخرا يعني، مؤخرا مجبر اخاك لبطل يعني. طب ايه اللي خلاكي غيرتي؟ على العموم احنا نخلص مع حضرتك. معانا على التليفون. معاك يا فندم. اقتنعت ولا لسه زعلان؟ موافق ولا مش موافق؟ طيب اشكرك جدا. احنا بنشكر. الف شكر. شكرا جزيلا. انا عايزه اسال سؤال، اصل انا مندهشه جدا يعني. يعني انت مقطعه اساسا ايه، الحضاره؟ لا والله صحيح. لا إيه؟ ما انا بتفرج على التلفزيون وبحط الفيديو وبقرا يوميا الجرائد والكتب، ويعني
عايشة الحياة يعني برضو بزور جميل. أمي. أيهما أكثر إزعاجا، لما تاخدي بعضك تخبطي على الجيران في أي لحظة تقول لهم اديني التليفون أكلم الدكتور، ولا أن يبقى في بيتك التليفون ولو عاوزة تقفلي اقفلي؟ مش حاجة غريبة أنا يعني، ما تزعليش مني. لا لا أوكي أنا معاك، مش عايزة. مدهش للغاية في القرن العشرين. إلا إذا كان القرن 21 إحنا هنغير ونعمل الباب والتليفون عند بقى. أنا معاكي فعلا في ده، بس مش عايزة أي حاجة تخليني أتصل بالعالم الخارجي في هذه الحقبة التاريخية من الزمن. يعني عايزة أنفصل، مش عايزة يجيلي تليفون خبر يضايقني فجأة أو خبر يطلب مني مسؤوليات زيادة فجأة. طب أنت غيرتي إيه؟ ما أنت دلوقتي جبت التليفون يعني. أيوة، لأنه أياميها كان الولاد سنة أو سنتين. ولما علي وعبد الرحمن كانوا زي التوأم بالظبط، فبتكلمي نفسك مفيش وقت. دلوقتي التلاتة خلاص كبروا ويعتمدوا على نفسهم ومفيش اي مشاكل يعني، يقدروا يفتحوا. ومضطره بقى بالعكس اني لازم اركب التليفون عشان اشوف المدرسه والمدرسين والواجبات والعيشه واللي عايشينها يعني.